ننتقل إلى زاخو، حيث تنضم إلينا مراسلتنا من هناك نجلاء سندي لتحدثنا عن تنظيم جامعة زاخو ورشات عالمية موسعة بشأن البيئة والإسلام السياسي وأيضا الفكري. مساء الخير نجلاء، تفضلي. وقت عصر أموي هاتي بشتي كشنا على جنة طالبي معاوية ويا خليفة جفر قشوة دركة الغرب جدركة نعم، تحية طيبة مني لكم الزملاء. يتواجد حاليا داخل حرم جامعة زاخو التي نظمت اليوم ورشات علمية موسعة برعاية رئيس جامعة زاخو وبتنظيم من كلية الإدارة والاقتصاد بالتنسيق مع المؤسسات والكليات الجامعة وبحضور أساتذة الجامعة والطلبة. هذه الورشات العلمية بمواضيع مختلفة وبمشاركة أساتذة مختصين. وللحديث أكثر ينضم معي دكتور رنج محمد عميد كلية الإدارة والاقتصاد ليحدثنا أكثر عن تلك التفاصيل. نعم، حقيقة البرنامج المخطط لهذه الندوات التي تقام برعاية السيد رئيس الجامعة بروفيسور دكتور ناظم سليمان، تقوم كلية الإدارة والاقتصاد بالتنسيق مع الفاكولتيات والكليات التابعة لجامعة زاخو بتنظيم مجموعة من الندوات. الهدف من هذه الندوات هو الوقوف على الظواهر والملاحظات عن المجتمع وما يدور حولنا من مستجدات. وبدأت قبل يوم هذه الندوات. الندوة الأولى كانت على البيئة وتأثيراتها وسبل معالجة المشاكل المتعلقة بالبيئة. اليوم تقام ندوة عن الإسلام السياسي والفكر الإرهابي التي تظهر في حالات في بعض البلدان أو المجتمعات التي تعاني من هذه المشاكل. الندوة الثالثة ستقام الخميس 25/11، راح سوف تكون على موضوع المواضيع السيكولوجية وكيفية معالجة المشاكل النفسية لدى الشباب والجيل الجديد وتأثير التكنولوجيا المعلومات والسوشيال ميديا. والندوة الرابعة ستكون على موضوع كيفية ارتباط والتزام والولاء للفرد للوطن وبناء المواطنة وكيفية تحقيق الرضا لدى المجتمع. الندوة الأخيرة ستكون موضوعا قانونيا وسياسيا عن حرية التعبير وثقافة الانتخابات وكيفية تقبل الآخر. ولهذا سنستمر بهذه المؤتمرات إن شاء الله، يوفقنا الله إن شاء الله. ممنون. طبعا هذه الورشات التي ستستمر لمدة 5 أيام داخل جامعة زاخو كانت عن حماية البيئة من خلال وأضرارها على صحة الإنسان من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات داخل المدارس والجامعات وكذلك مد جسور الثقة للمواطن. طبعا تهدف هذه الورشات العلمية لتوثيق الروابط بين التدريسيين والطلبة. نعم زملائي. نعم نجلاء سندي من زاخو، شكرا جزيلا لك.